فيه الحب في الخريف. بطولة نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، رجاء الجداوي. الحب في الخريف، حلقات مسلسلة، تأليف محمود الشربجي. الموسيقى التصويرية مختار السيد. المخرج المساعد حسام عبد الباقي. إخراج عصمت حمدي. هو انت ناوية تعمليها تاني؟ تاني وتالت ورابع يا كتكوتي. ليه كده يا سعاد؟ سعاد عملت كده ليه؟ لأني خلاص مش هقدر أعيش في السجن ده. سجن؟ من إمتى الفيلا بقت سجن يا سعاد؟ هو سجان عجوز كمان. عجوز؟ سجان عجوز؟ مش ممكن تكوني بتتكلمي جد يا سعاد. بضحك معاك يا كتكوتي. انت صدقت؟ قولي كده. سيبت ركبي ليه بس تخضيني كده يا سعاد؟ اصلي زعلانه منك. مني انا؟ فين العربيه اللي وعدتني بيها؟ ها بس شاطر قبل الجواز تقولي تعلمي السواق او طلعي رخصه سواق. ادي الرخصه اهي مرميه في الدولاب. ولا تزعلي، بكره ننزل نشتريها. يا سلام عليك يا كتكوتي، انت يا روح يا حبيبي انت. واحده واحده بس. وادي الثانيه. الو، مساء النور، من حضرتك؟ نعم، امل مين؟ ده مين يا روحي؟ ايوه النمره دي مظبوط، انا خديجه الكاميريره، كاميريره الست. ايه الاستاذ محمود؟ انت مين؟ زميلته؟ هو مش موجود. الله يا ست، هو قايل كده مش عايز يكلم حد. مع السلامة بقى. ليه كده يا خديجة يا بنتي؟ الله، انت بتتجسسي عليا زي ما بتتجسسي على ست سعاد. انا عيب يا بنتي؟ ده انا قد والدتي. لا بقى، والدتي مش كركوبة زيك كده. الله يسامحك، برضو مش هرد عليكي. ليه؟ ما تردي، ما تردي ولا خلي ست سعاد ترد عليكي. ملوش لزوم. مالك يا دادا؟ صحيح، مال وشك مقلوب كده ليه؟ اه فهمت، لازم عشان انا قاعد معاك شويه فاكره اني بنعطلك من المذاكره بتاعك. والله ليه حق. اها نقوم انا بقى عشان نروح. استنى عم بشير، خليك قاعد شويه. يا عم بشير، مش زي ما فكرت ابدا، ده بالعكس انا مبسوطه انك مسليه ومونسه شويه. امال في ايه يا دادا؟ انا هفضل واقفه كده وشايله صينيه الشاي. هات الصينيه دي عنك. شيلها عنها، اقعدي يا دادا قولي لي مالك.
عجيبة العجائب، ما بيقول لك اقعدي. الظاهر ان الست امال كانت طلباك من شوية في التليفون. وقلت لها ايه؟ اوعي تكوني عملت واحد شمطها مع البيت الطيبة دي، ام الدم الخفيف. خديجة اللي ردت. اعوذ بالله من غضب الله. وقالت لها انك مش هنا. ملعونة. اول مرة تعمل حاجة صح. ها؟ بتقول ايه يا محمود يا ابني؟ فعلا يا دادا، مش عايز اشوف حد. يا سلام، وهي ست امال دي حد؟ ها؟ اي حد؟ اي واحدة من بنات حواء. بتمنى لو الارض دي انشقت وبلعتهم كلهم، ما عدا اللي تكون زي ماما الله يرحمها. الفرح ما تنزل عليها. واللي تكون زي كده، ده حليمة، ده لو في اليومين دول زيكم لسه على وش الارض. ايوه كده، يصلح الامور وروج الاناني لحسن دارة. حليمة تخضت على نفسها. لا لا يا محمود يا ابني، ازاي تقول كده يا ابني؟ زي ما الوحش موجود فيه الطيب، وزي ما الشر موجود فيه الخير، واللي خلق والدتك وخلقني خلق ياما. ونعم بالله، كلامك مزبوط يا دادا. هو انا برضو اللي هقول لك الكلام ده، انت المتعلم اللي قاري وفاهم الدنيا، كمان بتكتب الروايات للناس. امال ليه الشر هو الظاهر، هو اللي ماشي؟ ليه دايما القوي بياكل الضعيف؟ ليه يا ابني؟ استغفر ربك سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. انا ناخد كوبايه شاي بتاعي ونسيبك عشان تذاكر. طول ما احنا قاعدين معاك الكلام مش هيخلص. ذاكر ذاكر يا ابني، ربنا يفتح عليك. ولا اقول لك ايه حاسب الشاي سخن؟ عجيبه، انا بنحبه سخن، امال نخليه قدام نتفرج عليه؟ متشكرين، نستاذنا انا بقى. صباحوا على خير. وانت من اهله يا عم بشير. بتتسحب كده؟ ما هو لسه بدري. خسي بس، بلاش كلام فارغ. شغل الالبند بتاعك دي هتعملي معايا انا كمان؟ الله ربي، والله انا كنت نكسر دماغك. مفهوم؟ مفهوم. مع السلامه. وانت كشر كده يعني منك؟ كلهم بيخافوا منك ليه؟ معرفش. شوف بقى يا سي محمود، لو كنت بتعزني بتعز دادا حليمه. بتقولي لو كنت يا دادا؟ انت مش عارفه انت ايه بالنسبه لي. من فضلك ارفع وشك وبصيلي. انت ناسه انك امي التانيه، وانك رضعتيني من صدرك، ولا عشان مصممه من زمان ما ادهلكيش غير دادا؟ ها؟ ايه يا دادا، مش عايزه تبصي في وشي؟ وده معقول؟ انت بتعيطي؟ ايه الدموع دي؟ لا ابدا ابدا. عارفه يا دادا، من زمان عايز أسأل سؤال بس خايف. خايف من إيه يا ابني؟ قصدي خايف تزعلي مني. وبصراحة الحاجة الوحيدة اللي ما أقدرش أحتملها إن أحس في يوم إنك زعلانة مني. وهنا يا ابني مش ممكن أزعل منك، وما أقدرش أبدا مهما كان الأمر. مدام كده ممكن أسألك، أنت في حاجة مخبيها عليها؟ حاجة إيه؟ سر مثلا. سر؟ لا، قصدي طبعا لا. سر ايه اللي هخبيه عنك يا محمود يا ابني؟ لا في سر ولا حاجه صدقني. خلاص يا، ده كان مجرد سؤال. ايه مال وشك اتغير كده؟ لا، اصلي كسلانه شويه وما كنتش عاوز اقول لك عشان ما اشغلكش. سلامتك يا دادا، في ايه؟ جسمي همدان مش عارفه ليه. انا هروح انام عشان اريح شويه. مش عايز حاجه؟ عايزك طيب. اتفضلي انت يا دادا. لا لا، اسيب الصينيه، الصباح رباح. طيب تصبح على خير وبلاش تسهر كتير. بقى انت كسلانه يا دادا؟ ما افتكرش. بتفكر في ايه يا محمود؟ لا لا لا، اياك. وفيها ايه؟ اروح وراها، ولو عملت اللي بفكر فيه يبقى. سي محمود، ايه اللي في ايدك ده وبتخبيه ورا ظهرك يا دادا؟ اول مره في حياتك تدخل اوضتي من غير ما تخبط على الباب.
انت ما عملتهاش وانت صغير. سامحيني يا دادا، لكن اللي خلاني اعمل كده اني كنت متوقع بعد كلامنا انك هتيجي وتطلعي العلبه دي من الدولاب. علبه؟ انا ما انت عارف ان انا اني بشيل فيها تحويشه العمر. وايه تاني يا دادا حليمه؟ ممكن اقعد جنبك؟ اتفضل يا ابني. العلبه ايه فيها تحويشه العمر؟ انا عارف وشايف، لكن اللي اخدتيه منها ومخبياه ورا ظهرك ايه؟ ده عمري كله يا محمود يا ابني. بس معلش سامحني سامحني وبلاش تعرف ايه هو. قصدك تقولي بلاش اعرف ايه هي مش هو. انت خايفة مني يا دادا حليمة؟ لا لا ابدا دادا حليمة، انا عارف اللي انت مخبياها دي. ايوه عارف عارف يا دادا، صورة بابا. اقعدي من فضلك كده. برضو يا محمود، ايه اللي خلاك تفتح دولابي وتفتش؟ عندك تتقطع ايدي لو كنت عملت كده، ده انا تربيتك. بس ارجوك يا دادا بصيلي وانا بكلمك. صدقيني انا ما عملتش كده ابدا. وما لسه عرفت منك. مني أنا؟ أيوة يا دادا، من 5 سنين لما كنت عيانة، فاكرة؟ ها إزاي ماما الحلوة دلوقتي؟ وبعدين معاك هترجع تقول لي يا ماما تاني. أنا قلت ما تنسيش إن الدكتور قايلك ما تتكلميش كتير. طيب اديني حباية من اللي بتهدي، يمكن أقدر أنام شوية. حاضر. حضر لك الخير يا ابني. الله، المهدئ مش مع الأدوية هنا. معلش شوفوا في الدولاب، ضروري هتلقاه في العلبة بقى. وفتحت الدولاب لقيت العلبة دي قدامي، فتحتها على أساس إن المهدي فيها، لكن لقيت فلوس والصورة وما لقيتش المهدي. ببص لقيت علبة كرتون فيها أدوية وفيها المهدي. ساعتها ما استغربتش لما لقيت الصورة، صورة بابا عندك، وما حاولتش أفكر في الموضوع ده. بس بعد ما ابتديت أكتب القصص واهتم بكل شخصية تقابلني وانتبه لكل حركة ولأي حد يصادفني، وبعد ما فكرت أكتب رواية طويلة وابتديت أجمع شخصياتها وأعمل لكل شخصية دراسة وافية، ولأنك يا دادا حليمة أنت واحدة منهم، افتكرت حكاية الصورة اللي أنت محتفظة بها لبابا، وفضلت أسأل نفسي ليه، وحطيت قدامي 1000 سبب، لكن قلت لازم أسألك. وكل ما أحاول أقول يمكن تزعل، لكن هو حصل. لكن ده السر الوحيد في حياتي. دادا أرجوكي بلاش تبصيلي كده بخوف، ده أنا محمود ابنك، وتأكدي لو قلتهولي هكون في بير. أقسم لك بالله ما حد هيعرفه غيري، وإذا كنت برضو خايفة بلاش تقولي، ده من حقك ومش هزعل صدقيني. يا ابني أنا مش خايفة أقول. أمال إيه يا دادا؟ خايفة ما تصدقنيش. ما صدقش دادا حليمة؟ أمال أصدق مين؟ إلهي يكبر خاطرك يا محمود يا ابني. على فكرة أنت لسه جسمك همدان. دي كانت حاجة عشان أهرب من أسئلتك. ولا ما انا عارفه احكي لك ازاي ولا ابتدي منين. استني، اولا خليني اريح فوق السرير وراسي على حجرك كده زي زمان، بس اياك تقعدي تفليني. طول عمرك راسك زي الفل، بس هي كانت عاده اشغل بيها نفسي. ودلوقتي بقى ممكن اسالك وانت تجاوبي عشان اسهلها عليكي؟ اسال. دادا انت بتحبي بابا؟ ودلوقتي بقى ممكن أسألك وتجاوبيني عشان أسهلها عليكي؟ اسأل. دادا انت بتحب بابا؟ فاهمة أقصد ايه؟ ايوه، حب كبير يا ابني، حب لا له أول ولا آخر. من امتى يا دادا حليم؟
من زمان، زمان قوي. وماما لسه عايشة؟ لا لا، دي مامتك الله يرحمها هي السبب. ازاي؟ هي اللي قالت لك حبيه؟ لا، خلتنا حبه. ازاي؟ في ليلة من الليالي بعد ما الدكاترة قالوا ان حياتها في خطر لو خلفت، ووالدك ربنا يديله طول العمر، حاول معاها كتير انها تنزل اللي ببطنها، وهي مصممة تقول لا. ندهتني وطلبت مني اقعد معاها، قعدت. خير يا ستي؟ اسمعي يا ندى حليم، انا حاسة اني اخرتي قربت. الف بعد الشر عليك يا ستي. اسمعيني بس، كل اللي بتمناه اني اكحل عيني بمولود افوت لسيبها ذكرى مني. ما بلاش الكلام، ان شاء الله هتعيشي وتعيشي وتشوفي ولاد ولادك. ربنا كبير على كل حال، المهم لو حصل تاني يا ستي تخلي بالك من المولود وتعتبريه ابنك او بنتك على حسب ما يجي، بدل ابنك الله يرحمه احمد، حتى لو رجعت لجوزك. بعد اللي عمله فيا ما افتكرش هرجع له تاني، كمان خلاص ربنا سهل له بقى وهو اتجوز. وسيبها يا دادا. ماله يا ستي؟ تخلي بالك منه. ده في عيني. انا عايزاه لو جرى لي حاجه يبقى في عينيكي وقلبك زي تمام. الله، قصدك ايه يا ستي؟ دادا حليمه، انا عارفه اني لو فوته مش هيبص لوحدة تانية، ولو فكر انه يتجوز مش هيلاقي احسن منك ولا احلى منك. ايه اللي بتقوليه ده يا ستي؟ صدقيني يا دادا حليمة، لو بايدي ما كنت اختار له غيرك، الحلاوة احلى مني، اصيلة وفهمه كويس وعارفة طلباته، هتحافظ عليه يا دادا. يا ستي حرام عليك الكلام ده، هتعيشي وربنا هيخليكم لبعض، وان شاء الله يتربى المولود في عزكم. وبعدين؟ ومرت الايام، افتكرها ربنا وطلعت انت للدنيا، اديتك صدري وتعلقت بيك وعملت بوصية المرحومة، شلتك انتوا الاتنين في عناية وقلبي، ولقيت نفسي من غير ما ادري بعامل سبهاء بالظبط زي ما كانت والدتك بتعامله، حتى نفس طريقة طبخها. لغاية ما في يوم رجع والدك من الشغل، ساعدته في خلع الجاكيت، وكنت محضرة له المية السخنة، وانا قاعدة قدامه على الارض وهو فوق السرير بدلك له رجليه. يا سلام. في ايه يا سباب؟ عارفة حليمة، بطريقتك دي واهتمامك بيا مش مخلياني أصدق إن المرحومة ماتت. الله يرحمها. ونجي إيه جنب اللي كانت بتعمله علشانك يا سيدي؟ ما بلاش كلمة يا سيدي دي بقى. الله الله، مالك بتبصيلي كده؟ ترضي تتجوزيني يا حليمة؟ أنا بتكلم جد، ما تسترحيش كده، رد علي. قلت ايه؟ هو عايزنا اقول ايه والله اقدر اقول ايه؟ تقولي ايوه. وانا بتيجي الساعة يعني موافقة؟ وبعدين بقى؟ بس في حاجة، لو الحكاية دي اتعرفت الناس هتتكلم ويقولوا ويعيدوا، وعشان كده نتجوز جواز عرفي، وبعدين يعني قدام شوية نبقى نتجوز جواز رسمي، برضه هكتب لك ورقة و... الله، ايه الدموع اللي في عينيك دي؟ خلصت كلامك يا سيدي؟ ممكن اقول حاجة؟ عندك طريقة تانية؟ والله والله العظيم يا سيدي، لو فتحت السرير تاني بأي شكل وفي أي وقت لكن سايب البيت ولا أدخله تاني.
وبعدين؟ ولا قبلين فضلت أنا دادة حليمة، وفضل هو سيبها البني آدم الطيب اللي قدر شعوري ورغبتي وما فتحنيش أو لمح لغاية النهاردة. كبرت في نظره وكبر أكتر في نظري. قد إيه أنت عظيمة يا دادة؟ ما تيجي تشرب معانا الشاي؟ شربت ومتشكر. مش محتاج معايا يا بابا، انا خارج. استنى اوصلك. انت مش رايح الجامعه؟ متشكر، هوصلك بالعربيه. على فكره انت ما باركتليش على العربيه. مش معقول لغايه دلوقتي؟ لا 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 لا، مالكش حق يا محمود. مبروك يا بابا. مبروك لسعاد، دي عربيتها. عن اذنك عشان الحق. شايف طريقه معاملته. ما تاخدش في بالك تلاقيه غيران منك علشان العربيه. هي هتوديني فين بقى النهارده؟ عايز فسحه حلوه بقى. بس انا مش فاضيه لك. هروح لشيرين اخدها واروح للخياطه وبعدين نفوت على مرفت. باي باي يا بهاء. يعني عاجبك طريقة بنتك دي يا نبيلة؟ مالكش دعوة انت، سيبها تربيه. سعاد مخها كبير وعارفة هي بتعمل ايه. يا نبيلة حرام، الراجل بقى مش على بعضه، بيجي المكتب ويفضل سرحان. اللي ما في مرة اشتكالي. نعم نعم، هيشتكي لك يقول لك ايه؟ يعني انت كنت هتعمل له ايه يا حسرة؟ نبيلة مش كده. امال ازاي يا روحي؟ شبقح حكمان عارفاك، حسك عينك تقول حاجة كده ولا كده ولا كده. سيبه لغاية ما يعرف يربي ابنه. والله أنا فضي. خلاص مخك في راسك، تعرف خلاصك. إذا كنت عايز تقعد خلي شغل جنبي انطق بكلمة. أنت عارف سعاد حلفة، لو قلت أنت أي كلمة هتقوله يطلعك من الشغل، وأنت عارف كلمتها عنده. روح يا نبيلة. إلهي حسن، إلهي يطول في عمرك ويخليك لينا. حسن. ايوه يا نبيل. انت مش ناوي تفسحني النهارده يا حسن؟ من ايدك دي لايدك دي يا بول. هتوديني فين؟ ايه رايك نروح السيرك؟ لا اخاف. مش سيرك ده، انت انا ايه؟ ده انت الاسد والنمر يضربوا لك سلام والف سلام. ما هو الاحترام ليك يا حسن. اتفضل يا سيميمي، التليفون علشانك. ايه حكاية ميمي دي يا بابا؟ بتسألني؟ خد رد. الو، مين اللي بتتكلم؟ ايوه انا محمود بهاء. ايوه ايه اسمعي. ايوه ايه اخرسي. كفاية. في ايه يا محمود يا ابني؟ يا بابا اتكلم يا ابني. ناس فاضية بتعاكس. لكن دول عارفينك. لا ايوه، ظهر شلة من كلية في الغالب هم. بابا ممكن اخد التليفون معايا شوية في اوضه المكتب؟ خده يا ابني. أمال أنا آسف لإزعاجك في وقت زي ده. اركب الأول وبعدين قول لي في إيه. هنروح مشوار بسيط. خير يا محمود، على فين؟ اطلعي دغري. مش تفهمني في إيه؟ مفيش حاجة،
وده معقول برضو؟ بقالي كم يوم ادور عليك في الكليه ما بتجيش، اروح لك الكازينو وما لقكش، اسال عليك في التليفون خديجه تقولي مش عايز يكلم حد، وفجاه تطلبني في وقت زي ده وتقولي البسي واستنيني بالعربيه، كل ده وتقولي مفيش حاجه. لو كنت متضايقه ممكن انزل وتتفضلي ترجعي. لو نزلت حضرتك مش هرجع لوحدي، هاخد حد في سكتي. اي ايه ده، بتضربني بالقلم؟ بتعمليها؟ ما انتوا كلكم كده. عن اذنك. انت عملت ايه يا مجنون؟ اياك تنزلي من العربيه، اتفضلي ارجعي وشوفي هتاخدي مين معاك. اسمع بس، انت عارف انت بتقول ايه؟ بقولك اياك تنزلي، مش عايز اسمع كلمه واحده تاني. بتبكي ليه يا جميل؟ فتك الحبيب؟ احنا هنا اجي ناخد لفه على شط النيل ونعوم سوا في بحر الهوى. امشي من قدامي، امشي احسن لك. يا بنت الايه، مش عايز غور من قدامي. طيب ما تتخلاش كده، تعالى. معلش انا اسف. ما تفكرش كتير يا بيه، مش مستاهل. مش عاجبك اسمي ميمي يا دلعك؟ خلاص محمود بهاء الدين. انت ليه ما جبتلكش عربيه زي مرات بابا يا روح بابا؟ الو، دي العربيه سعد للشباب، روح شوف مرات بابا بتعمل ايه يا روح بابا وهي بالعربية على كورنيش النيل. هي شباب وعربيتها تزغل العيون الشباب يا شباب. بقولك ايه، اوعى تقول لي بابا يا روح بابا، لحسن بابا يطب ساكت. قذارة قذارة. لو نزلت حضرتك مش هرجع لوحدي، هاخد حد في سكتي، هاخد حد في سكتي، هاخد حد في سكتي. كفاية كفاية. تاكسي. غدا الحب في الخريف، مع تحيات محمود الشرباجي، عصمت حمدي.